التلفزيون الجزائري يقدم مغامرة جديدة للمفتش الطاهر يدس، بطولة الحاج عبد الرحمن، يحيى بن مبروك، جلول، محمود عزيز، يحيى النيهة، مصطفى أنور، خير الدين حسين، بن صحرة بالقاسم، بلخبشاش أحمد، المنصف، حاج شريف، خضرة، عفيفة، خيرة، الحاجة، والصبية فوزية. ألو، نعم نعم من هذا؟ محتاج. نعم مازال تم صح، ما تمشي ولا انا جاي هنا. الو، سبكتور تسعر على بارين. سيد الكوميسير، صباح الخير سيد الكوميسير. بيان سور سيد الكوميسير، فين هذا سيد الكوميسير؟ عاوز احنا ذكر روحو سيد الكوميسير. ميرسي، هيا تفكرنا على خير سيد الكوميسير. ودي جدي تخدم من انسى صار داشي خدمة لاكينا اترجع الكوميسير اسكن تفمي لاكي. اه بصح 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 واش راك تقول؟ لا بعد راه الكوميسير بالذات راح تربح على روحك. لا يا عم تروحوا غرا. يا سامحنا. لا 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 سامحنا. لا بصراحه كي سنالي سنالي راه شتي في الاول. لا راح شتني. واش خلف الكوميسير؟ ما قال لك عاوز عندنا عطاره وتحنا نروحوا عليه. اسمح لي ما شرف تاعي. واش بيه واش بيه؟ قال لك ضربوهم موس. قولوا ما يسمعش. قلت كيفاش يميني لي زانكات نتاعو؟ عنده حكمة يا انسبكتور، حكمة. الارض شكون له يقول لنا مدي شكون كتلوا الميت هذا؟ الارض شكون يقول لك الارض؟ اسمح لي يا انسبكتور. ما فهمت والو يا سبيكتور. الارض كله عاوز هو يروح ينني في دار همه. ابا
شرحت مني ها؟ علي تعب أباتي واش رايك في هذه القضية يا انسبكتور؟ أنا وي تعيل لي وصعيبة بزاف. وعلاش؟ بيان سور هذا ميت ما عندوش لي بابيي نتاعو وقتلوه بالكتب. من غير شك يكونوا عنده يا انسبكتور. ولكن اللي قتلوه سرقهم له باش يصعب لنا لونكيت. ما تنساش لافير تاعك. لا ما تخلطليش لي زافير يا حمانتي. شوف هاي في بالي يا نجاس لا انا قلت لك في بالي هادو من غير شك يكونوا تاع الميت يا انسبكتور لو كان تاخذ رايي نروحوا نتبعوا الامبيلونس لامارك نشوفوا الى ديالو ولا لا يا لور مبعتي يا لور نشوفوا في بالي ما كاين حتى واحد يا انسبكتور، ما علينا غير نروح نشوفوه في جهه. واش راكم تفاجئوا انتم هنا؟ تعرفوا شنو يمنعوا علي ندخل لهنا؟ بوليس، وانت دي شكون تخدم هنا ودي شكون انت؟ انا عساس هنايا، وانتم واش تحبوا؟ رانا نحوسوا على واحد ميت جابتوا لومبيلونس قبيله، وين راه؟ هادو ما كاع جابتوا من لومبيلونس واللي تحوسوا عليه انتم هو اسمه. كيش اسمه هذا اللي نحوسوا عليه احنا؟ ما على باليش يا انسبكتور. غير كيما بدينا لونجيت. أو قلت لك عاود حنا رايحين نحصلوا في لافير هادية. ما نحصلوش يا انسبكتور ما نحصلوش. يا لور كيش اسمه؟ على باليش. عاود حنا نحوسوا على حل ميت أو قتلوه بالكتب. بالموت. أو كان واحد غير كيما جابوه في الصالية. وعلا ما قلتناش؟ ما قلتولوش أنتم الأولانية. وزاد اللي جابتو الأمبيلانس قبيل. أو عنده سنان ولا ما عندوش. أصدقوني لي أنا اللي نعرف إذا عنده سنان. مش شبعان شوفوا انتم زيد تحب زيد ضحك ولا تحبوا ضحك هيا تدينا اسمي كتاب حتى العساس ما عنده سنان يا رب الو العساس وسنان خمم يا اسمي كتاب خمم هذا العساس ميت ما خممت لهاش اسمي كتاب الو خمم لها يا حمد زيك هيا تبعني راكم تشوفوا ما تنساوش اللي قاعد تفوتوا منها هيا راك ديش كنت تستنى باش تشوف هو يا انسبكتور لو عنده سنان وما عندوش على باليش انا تشوف وعلاش انا وماشي العساس اللي نشوفه انا هادي ماشي خدمة العساس هادي خدمتك انت هما بدات يا انسبكتور. يا دس. لا في بالي اوتش في بالي يا حمادتك ها. اوتش هذه ما تسكرتيش. وعلاش يا انسبكتور؟ اوتش حنا. اوتش هذو اوتش انا نعطيهم لك ليك انا وي تعي لي وتستحقهم انت. لا 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 نحتاجوهم يا انسبكتور. انت شكون نخدموا بهم؟ ما كفاش يا انسبكتور بهذا السنه ننجموا نعرفوا اسم يد. انا تخبيهم في بالي. انا
بارك الله فيك يا حاتم، لكن اسمح لي حبيت نعرف. يا سكتنا انت. واش قلت يا انسبكتور؟ اسمح لي. اي نعم اسمح في دار الكازي. انا حبيت نعرف الادريسه نتاعو ولا الاسم نتاعو. هذا الشيء سهل، درك نقول لكم. ميرسي. في بالي. اي نعم هو ما يلعبش معانا لور. شل الفمك. اسمح لي يا انسبكتور نسيت. كي نحرك سنان هي وجعك. اسمه بونعجة المهدي، يسكن في شارع القصر رقم 15. شارع القصر رقم 15. بارك الله فيك. هيا تركنا على خير. سلامة تربحوا. انسبكتور الطاهر مستكلف بليزافيرات نتاع اكتيلات وليزافيرات نتاع. اسمح لي يا انسبكتور. نعم اسيدي. يرحم والديك، ما تعرفش شكون السي المهدي؟ المهدي؟ شكون هذا المهدي؟ المهدي؟ وليد مين هذا المهدي؟ ودي شكون نعرف وليد من؟ لا لا احنا رانا نسقسوا فيك. قاسمي مع مرة تتكلم. تتكلم مع زوج راهم يسقسوا فيها المهدي. المهدي هذاك اللي يضرب في البيانو. ايه وقيل هو. هذاك راه يسكن في السنان كيان. اسمع جبت الماء ولا لا؟ جات بصح قالوا لي ما جيش تعاود. فين على الاسانسور نتاعكم يا رحمة ديك؟ ما عادش تمشي يا راجل كسروا على الدراري. يلا نمشي. واش هو هذه الحالة؟ واش كان هذا؟ وعلاش 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 يا ولد يا ولد؟ وانا خمس دقائق الدار ما تقعدش تطيع نهار كامل وحدايا جنبكم وراكم من الشفا. واش كيف تقول لي؟ واش كان واش كان واش كان عليك؟ واش راكي تحلي في فمك؟ تقصت لي مرات العام وتزيد تفهمي. اسمع انا ما عجبوش الحال صدقي يا الكل سجلت منهم بزاف. انت حط في فمك لو كان فيك الخير لو كان راك شوف مقيا دوك الاولاد. اه احلك في ولادي. سبتوا ناس الله يرحم والديكم. واش هو هذا؟ واحد ما ينجمش يطلب لها حلو. اي واحد يروح الدار يرحم والديكم. انا ريك ربي يجيب يشتي هنا ومسحي. اي ارواح يرحم والديك. اي على كل حال. اسمح لي يا انسبكتور نرتاح شويه. وما تفزعنيش يا حمان ديك الا عييت وتروح تزرق انت قاعد زرق حنا في وقت الخدمه. ساكت يا انسبكتور ودبر راسك يا خويا. مي انا نقبز اللي كسر لاسونسور هذاك وتحك ربي ما نتقوى. اه يا لو كان تقبضوا يا انسبكتور ندبر عادي. ما تدبرش عليا يا حمان ديك وقلت لك دبر عليك نستك تردها سروالة. دبر عليا انت. يا حمان ديك هذاك السي المهدي عاود انت ما جبتلوش حل البريه. هو قلت يا انسبكتور ما كان حتى واحد. بيان سور ما كانت حتى واحد، عاود هو ما بدي شكون تحبو شكون تحب انت؟ هيا طلع لدارك يا حمان ديك علي. كم تحس يا حاتم؟ انا نحوس على السي المهدي. قولوا لنا واش هنا؟ لا واش هنا؟ إلا راكم تحوسوا على السي المهدي ما راهوش هنا. لا لا يا مخلوقة، رانا نحوسوا على العائلة نتاعو. ما عندوش العائلة، يسكن وحده. نقول لك واقيلا يومين ولا ثلاث ايام تخش للدار. الو تكسر الباب يا حمان ديك. واش بك يا راجل هبلت؟ تكسروا باب الناس والراجل غاير. هيا دخلي لدارك وما تدخليش روحك في ليزافيرات اللي خاطينك يا حمان ديك. صار ما تدخلش روحي مليح. وشنو هذا الهراج؟ انتم علاش راكم تكسروا في الباب نتاع الناس؟ اسمع يا شيخ اطلع لدارك وضرب بالنح. الدار هذه راهي مسكونه يا راجل ماهيش فارغه. وانت هذي شكون دخلك انت؟ ايوا سيدي بالسيف عليا ندخل روحي هذا جاري والجار الصالح نبي. ودي شكون تحب عندنا انت يا حمان ديك؟ اسمع يا شيخ. يا عجب يا ربي. يا عمي يا عمي اسكت علينا رحم والديك طلع القديان نتاعك وضرب النح. يا راه تربح على روحك لو ترمى وانا نهبطك للبوستالي.
انا تكمل خدمتك انت. اسمح لي. وزيه دخلي وقعدي مع اخوك. ما ندخلش روحي. دوك تشوفوا كيفاش ما ندخلش روحي. الا ما جبت لكم شطحات صبت ماني نجيب لكم السيرفيس. اي راح نسربحها انا راح ندير حمام الخيط عليك. او طلب من عندي ديري 10 وكرسي. يحكوا تخزر انت. تعرف تلعب البيانو انت؟ سلكها شويه اسبيكتور. الارض تلعب لي هذيك الغنيه نتاع تقولوا للناس. ما نعرفهاش اسبيكتور. يلا بعنا هذي دوش تلعب. حط حط يا اسبيكتور، ما كلها تقيس، ما يجيكش. شفتوهم كيفاش كسروا الباب وكي زقيت معاهم قالوا لي ما تدخليش روحك وعملي 10 قرصين والسياد درب يدو حب يضربني راح احضر معاهم دوك. قداش المتر الكل تاعك انت؟ 1312. ود انت؟ 1971. اي طبقوا الخدمه تاعكم يرحم ماتيكم. ربيعك كنت تجيبوا لي البوليسيه وقت الستوت ها؟ تسمح لي يا اسبكتور نلقى عليها سؤال. تعرفيه السي مهدي هذا مليح؟ نعرفه كيما كل الجيران. او ديش ديكو يخدم هذا السي المهدي نتاعك؟ واقيلا يخدم في النار. قولوا لي كاش ما صار له؟ نو ما صار له والو كتلوه برك. الله اكبر. هيا تروحي لداركم يرحم مهديك علي. كاش ما صبت انسبكتور؟ او بيان سور عاود انا صبت. عود انت. انا صبت شعيره. عود في بالي. ماشي تاع صاحبي تنواسيك الياداس. اوه يرحم مالديك ها؟ وما تلعبليش في وقت الخدمة. لا بديناها نكملوها. وانت كاش ما صبت. بيان سور عاود انا صبت. عاود انا صبت حط تصويرة نتاع الشط صاحب. انا ويتحيا وتسربي لنا اللانكيت نتاعنا. عاود في بالي. با انا يتحيا ونكملوا اللانكيت نتاعنا. في بالي. أي يا حمادك. أجيك شوف وصلت مش نديرو بها؟ أنا يتعين لي ونقرديوها من بعد نوريوها تلك الكوميسيرة فهمت؟ وأنت وصلت واش ما عندك لي في يدك؟ هذا أنا صبت هذا دار ريسو ونسعت ريسيتي
او زاد الريسون تاع البيان فاكون و 5000 5000 راك وسيا أتانا دوك نعمل تليفون سيد الكوميسير و تنقولو أتانا كيد الصورة في البيت نتاع السيد مهدي. ألو ألو سيد الكوميسير سبيكتور تاعر أنا داري بيان سور سيد الكوميسير سيد الكوميسير عاود أنا رحت للبيت نتاع السيد مهدي هذا ذاك اللي شفنا ميت. بيان سور سيد الكوميسير، هذا انا لقيت حصورة في البيت نتاعو، حصورة نتاع تاع الشطة ها؟ تاع الشطة ها سيد الكوميسير. بيان سور سيد الكوميسير. ميرسي. أيا تفكرنا على خير، ما تكون بيه سيد الكوميسير. سيد الكوميسير. سيد الكوميسير. أنا يتعيد لي هذا ذاك السي المهدي وما خلوش الكراو تريسيتي ها؟ بيان سور. سيد الكوميسير. سيد الكوميسير. هذا انا لقيت وصيح ال 5000 فرانك، الوغ ديش كون نختموا سيد الكوميسير، نقسموها. ميرسي سيد الكوميسير. ميرسي سيد الكوميسير. واش قال لك؟ قال لك ال 5000 فرانك او تخليوها تسمينا وتجيو تي تسويت. لا لا ماشي ليا عندي اختي تسكن في صور الغزلان قلت انا نجيب تسكن قدامي على ارض انت كنت تستنى في السي المهدي موت ومن بعد انا تسكني في البارتمان تاعو يا اخي طمع يا اخي لا لا حشام هيا سكتينا يا حمادك وسمي في المكان ارض انت ما تحركيش منها وتولى ما ناس تحكك اللانكات نتاعي ما عليك ما عليك سيدي الانسبكتور والباب تخليوها مكسره لا انا انا دوك نبعث لها حل النجار يسكنها يرحم والديك سي بالا بينوت حنا ما جيناش نشطفو هنا يا رحمتك فين الباترون تاعكم داخل سامحونا من فضلكم يا كلاتك يا كلاتك ارحم والديك وين حضرتكم؟ شكون لو ديش دي نكون انا؟ انسبكتور طاهر مستكلف لا انا زادك زادنا نقولها تكلف بلي زافيرات نتاع الاختلاط ولي زافيرات نتاع السركات ولي زافيرات نتاع لي مينور ولي زافيرات نتاع انا هو المعين تاعك انا تخليني نكمل الهضره نتاعي ارحم والديك تشرفوا مرحبا بكم تفضلوا اكلايتك اكلايتك حنا ما جيناش نديسكيتيو هنا سيدي في بيتكم واش راكم تحبوا؟ زادي تعرفها انت. ودي شكون تستنى باش تكونترولي انت؟ دي شكون تخزر هنا يرحم مالتك؟ هذه يا زوزو. بيان سور راهو زوزو. خدمت عندنا العام اللي فات في الصيف. والان وين راهي تخدم؟ ما على باليش. على ديد واش مايش تخدم هنا؟ ما يخفاكش اللي نبدلوا البرنامج كل عام. الوغ الوقت اللي انتم تبدلوا البرنامج او تبدلوا زوزو وسي. نعم نعم انسبكتور انت على بالك شي هذا. انت الباترون هنا. نعم انا المعلم. تبين عليك.
تقعد هنا انت يرحم والديك. حاضر. عاود هادي مليحة الخدمة اللي تخدم فيها انت. عاود انا نميني في لانكيت وانت تجي هنا تتفرج. عاود تقعد وتبدا تير. ودوك واش 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 كثير. عاودك تروح لدارك متلكد. الف. يرحم والديك. على خير اسمك. لا سي با لابان يرحم والديك. عاود انا راني منيرفي. او بيان سور عاود هي. الورد هذاك المهدي كان يختم عندك ما؟ نعم انسبكتور الله يرحمه. انت مديش كون قال لك عاود هو مات؟ انت هو اللي قلت لي. الو انسبكتور انت اللي قلت له كي كنا داخلين نسيت. ودا دي زوزو تعرفها مليح انت. ايه هو اللي قدمها لي باش تختي تدخل. ايوا اما لا يتعرفوا مليح يا سي مصطفى. معلوم كانوا رايحين يتزوجوا. يا لور على ديد واش ما تزوجوش. هذا دي ضحكاتك انت. معلوم يا انسبكتور كيفاش ميتي يزوج ما تخلي العقل. هذا انت وسي تضحك. اش راك تقول؟ مهدي قتله. بيان سور قتله. عاود حنا لقينا حل الميت. الور تمشي معنا تشوفيه وتقول لنا الا تهوى المهدي لو ما تهواش. الور تلبسي حوايجك وتبعيني عاود انا راني نستنى فيك برا وما تبطايش يرحم مالديك. انا راه انت تروح تخدم الخدمه اللي قلت لك عليها انا. بصح ما تبطاش عليا انسبكتور راك عارف الدعوه لهي. اي نعود انا دوك نجي. يلا يلا ليش كنت تستنى باش تروح انت؟ على بالك بلي الخدمه صعيبه انسبكتور. اي نعود هذيك سهله بالكل توجو تريسبيتي انت. اي روح تربح يرحم مالتك. ما عليها انسبكتور. اه ترد بالك. ايا تبعني يا محمد ديك. هكا رايحه زوزو. ودي شكون دخلك انت؟ هلا عاود انت واش دابا باش تشوفي با على رجول وما تهواش هو هلا تمشي. تقدر تبدا يا سبيكتور. انا قلتي لنا ما عندكش لابيتو تروحي لعندو للدار. وقلتي بلي عندك يومين ما شفتيهش. صحيح ما شفتوش.
وقلتي هاد النهار الاخر اللي شفتيه هاد ماشي هو اللي وصلك للدار. وقلتي بلي انت اللي ما حبيتيش يوصلك على خاطر كان سكران. وشكرتي ناوسي هاد نحيتي له المفاتيح نتاع الكروسه فين هما المفاتيح؟ هذا انا راني منا. والسيارة ويخليها راه قدام الكباري كما موالف. عطينا الماتريك ونصحها. ما نعرفوش صحيت ما عندك بال. نروح يا انسبكتور نروح نضربو دار. هيا تكمل. الو تروحي تقعدي في الدار نتاعك وما تتحركيش. انا جيت تعي لي ونسحكك اللانكات. مالي انسبكتور قع على خير. سير في خير. هاد المرأة يا انسبكتور من غير شك راهي تفستي علينا. قداش كون قال لك هادي هي تفستي؟ لو كان انا منك يا انسبكتور كنت ما خليهاش تروح. هيا زن فمك يرحم والديك هاودي انا نعرف قداش كون خدمنا. المسيا اللي راح تقريب تغشيك. الو تهيان وما تهياش؟ هي هي يا سيدي الانسبكتور شفتو كيفاش مصورة. ميرسي. الو تروحي للدار نتاعك وتقعدي وتزمي فمك وما تقوليش هاودي انت جيتي هنا. لا لا ما عليك ما عليك. هيا تربحي. سيدي الانسبكتور حبيت لو كان تعملوا فيا واحد المزيه. علاش واش تحبي عندنا؟ غدوا 15 يوم اللي سرقوا لي سلسله تاع الذهب جابوها لي من الحج. ايوا سرقوها لي في الحمام الجديد. لو كان تعملوا فيا مزيه تجيبوها لي يعني تصبها لي انت. ما تخافيش الانسبكتور راه يديرها بها. روحي للدار نتاعك انا دوك نسكي لك بلافير عادية. يرحم والديك ربي يشد لك بصحتك ابقاو على خير. بسلامة بسلامة. عاود اللي ما شافكش خير. انسبكتور انسبكتور. انسبكتور انا خلصت التقرير. ودي جيتي كنت غزرت. عجبك التقرير يا انسبكتور؟ والتقرير انت اللي كتبته. وشكون اللي كان يضرب في الماشينه؟ هذا انا اللي كنت نقول لك وانت تضرب. هذا هذيك سهله. انا يتعيد لي عاود حنا نروح نشوفوا الكروسه هذيك. حاضر انسبكتور. تعيط وتكفز وت... نعيط ونقفز ونسقي ونقفز. ما تسقيش معايا انا يا رحمة الزيتك. ما فهمتش على ماش هاد الشيء كله. المفاتيح عندنا علاش؟ فين هم المفاتيح؟ عطيني المفاتيح. عطيتهم لك. انا انا اللي عطيتهم لك في البيرو. الور لا اسمح لي راهم عندك. الور نسيتهم؟ اسمح لي اسمح لي اسمح لي. اذا نسيتهم ما ايش عندي فيك؟ انت اللي نسيتهم وانت اللي تروح تجيبهم. ما وعلاش انا ديما؟ وعلاش؟ يا صورة انت اللي نسيتهم. لا بركة جاني مرة دايما انا دايما انا واشنو؟ خير ان شاء الله. كوني كوني. قلت انا ما عنديش لا بيطوط ناكل الحلوفه لي. ما تفرح وهادي تفهموا عليها عند الكوميسار. راح وين تبغي ها؟ اسمع انت يا اخويا واش راك تحوس هنا؟ راني نسوق من الصباح تشوف الدور بالكروسه هذيا. انا راني سربيس. الا واش السربيس هذا اللي جاك سربيس؟ لا سي با لا بين. واش تحوس؟ راني شايف خبز يا بابا قد كيما جبنا وشرط الحمد. قال تاكل الخبز وتسكت. هيا علي وانت انت شكون دخلك؟ طلبي تاع صاحبي. او تعرفو انت؟ معلوم نعرفو صاحبي. او تفينو هذا صاحبك انت؟ ما نعرف ما نعرف. الو راه انا على بالي. ديش كنت تخدم انت؟ يبقى واجب. انا انسبكتور تاع مستقل في لي زافيرات نتاعك تيلات و لي زافيرات نتاع السريكاتور.
وانا المعلم تاعو. فانا من الفتى. هامليك. ما تنساش اللي راه يسنى فيك الكوميسار. او تصفي بالي. الو تروح للكاوا تاعك ومن بعد نديسكيتي معاك انت. وديشكو حب عندي سيد الكوميسير؟ ما على باليش فيرتيتك. الو تسكلب الكروسه ومن بعد تسبحني في القهوه. حاضر يا سبيكتير. واشرب حاجه سبيكتير. اه بيان سور عاود انا نشرب. واشرب. اه اعطيني حق الكازوسه. بيضه ولا حمراء؟ اعطيني حمراء. هذه. ميرسي. أنا رضا داك المهدي وصاحبك مليح أنت. ماشي صاحبي، وشنو مشتري نتاعي. واش كاش مطر له؟ قتلوه. قتلوه؟ مسكين الله يرحمه، توماس. أشكون قتلوه؟ عاود أنا ما عنديش خبر، عاود أنت راك تشوف عاود أنا نميني في لانكيت، مي عاود لافوت نتاعو عاود هو يشرب بزاف. المهدي ما يشربش، شكون قال لك يشرب؟ عاود زوزو قالت لي عاود ديك النهار عاود كان خابط ميت، انا روحت سمحت بالمفاتح نتاع الكروسه. هذيك كتبت عليك يا انسبكتور، المهدي ما يشربش. على حساب كلامه والكذب نتاعها يا انسبكتور، من غير شك حبت تلف لنا لونكيت. وانت ديش كول كيت؟ والو يا انسبكتور، برطفاي فارغ وكارت نتاع الكروسه. عاود انا عندي خبر ما تلقى والو، انت تروح للبحر وتصيبوناش. الله تصبك لنا على خيرك. وانا ما نشرب والو. لا لا ما تعطي له والو، انا نعطيه كمية. الي. الله تصبك لنا على خيرك. سلام يا خويا. هيا تبعني انت. شطحها ولكن ما تنساش يا انسبكتور البارح في لامورغ قالت باللي عرفت الميت وهي ما شفتوش على خاطر انا اللي كنت مطول في بلاصتو. يلا غلطتي بيسيتو وما نديش كون ما يغلطش. غلطه كيما هذه يا انسبكتور ما تدخلش في البال، راني متحقق باللي قتلته والا كان سبب في الموت نتاعو، وعلى هذا ما حبيت تشوف فيا في لامورغ على خاطر المجرم عمرو ما يشوف الانسان اللي قتلوه. ينا عاود انا نعرف المجرم عاود يقتل ويشوف الميت نتاعو. وانت عندك شكون قال لك على جهتي؟ قريتها في الليبريات يا سبيكتور. انا يتعين لي عاود انت راه كونتر على زوزو. انا ديد واش تقتلوت هي عاود هو كان يحبها. هو يحبها صحيح، ولكن اشكون قال لك انت بلي هي تحبه؟ لا لا تحبو عاود انا عندي خبر، عاود انت راك تخرط على روحك. فانا من الفتح نتاع الكروسه اللي عطيتك. عطيتهم لك يا سبيكتور. لا لا ما عطيت لي والو يرحم والديك، ها؟ راه تحوسنا عليهم. ايوا راني متحقق بلي. راني متحقق يا سبيكتور، سبحان الله. ماشي نمرو تاع التليفون. اسمح لي يا انسبكتور نسيت ما قلتلكش. عندي ثلاث ايام من اللي صبت هذه الورقه في جيب الميت ونسيت ما عطيتهالكش. انا رجع عندك ثلاث ايام من اللي صبته وما تعطيهليش انا وباش نميني لانكيت نتاعي. اسمح لي يا انسبكتور نسيت. تنسى الخدمه نتاعك؟ ودي شي يحب يكون من عمر هذا نتاعي. او 13 زو 15 ثلاثة 22 ودي شي يحب يكون. مانيش عارف يا انسبكتور. تسمح لي يا انسبكتور. ثلاثة خمسطاش ثلاثة 22
انا ويت عيلي وراك تتبع في حمار ميت صح؟ اسمع اسمع اسبكتور سمعت اسبكتور ماشي حمار ميت عود عوالك زوين الكورس البيامي ما تشفاش القهوة اللي رحنا لها يلعبوا فيها الديرسي الارض هو كان يلعب الديرسي نعم ايه هم ياود ما يعرفش يلعب وعليش او النمرو تريز انا ياود انا ما نديروش توجور يدخل الدرمي توجور خلينا من هذه يا اسبكتور خلينا منها هيا نروح لانكات بدا يبان الحل ديالها يلا انت علاش ما قلتلناش بلي المهدي يلعب تيرسي ما سقسيتوناش ايوا لا ما لا كان يلعب تيرسي مالو يخسر شويه يخسر هكذا هكذا وني بيع التيكيت يعرفو شكون عمي عمر مالو يعرفو دايما يلعب عنده عمي عمر نعم اسمع لي تعرف المهدي ايه كان يجينا ساعة ساعة يا دايما يجي ولكن ملي ترفع عاد ما يجيش عندنا ما يشوفوش كيفاش هذا ملي ترفع؟ ايه ملي ربحت يا ساعد ما يجيش عندنا ما يشوفوش ايوا واش دخلنا ربح؟ 13 15 و3 وليش بكتير اللي قال لي 13 ما يدخلش بارك الله فيك صحة وعلى خير واش قال لك عمي عمر؟ سقساني على المهدي قلت له ملي ترفعها عندنا ما نشوفوهاش قالوا له بلي قتلوه واش قلت؟ قتلوه قتلوه الله نعم ارسل السلام عليكم عليكم السلام عاود انت هو الديريكتور نتاع الكورس نعم سبكتور الطاهر مستكلف بليزافيرات نتاعك سيلات وليزافيرات. وين المعلم نتاعو؟ ريحو. نو نو ما نقعدوش. عاد حنا ما جيناش نقعد جبنا. اسمح لي حبيت نسقسيك. التيرسي تاع نهار الاحد شحال من واحد ربحو؟ ربحو ثلاثة من الناس. ثلاثة من الناس. وشحال قداش الثمن ديالو؟ 12 مليون واحد. 12 مليون واحد؟ خبزوها يا انسبكتور. ودي انت تنجم تعطينا الاسامي نتاع الناس اللي ربحو. نعم. الو تعطيهم لنا. تماركيهم انت خاطيك الماركيهم في دماغي لا لا قلت لك تماركيهم تماركيهم ود انت عندك الماشينه في دماغك خدمتي ما تنساش يا اسبكتور اسمح لي خلصتهم ايه خلصناهم بالشيك ود انت اللي عطيت لهم الشيك نعم الو عطيتنا الاسامي نتاعهم عندك زبير سمعتي بالغنون بالجنون وعلام من بعدين مع امراه كيفاش اسمها المراه هذيك وقالت هي مرأة اسمها بنت أحمد زبيدة. أنا ما تجيني إن شاء الله. الله أسبكتور والله ربما. أنا أتكلم بنت أحمد زبيدة وحنا نحوسوا على زوزو أنا. هذا ماشي كيف كيف. تسمح لنا يا رحمتك ها؟ هي تبكى لنا على خير. اسمح لي شوف حق مليح. هي وإلا لا. هي هي. هي راك محقق. عندها الشيك وي هي. وأنت عطيت لها الشيك هذيك. أنا. واش قلت لك يا أسبكتور؟ من غير شك قتلته دات التيكي وجات خلصت. ايه ناود ما خلصت يا رحمة زيكا وتقال لك عاود هو عطاها الشيك. كيف كيف يا انسبكتور؟ اعطاها الشيك راح تو البنكة خلصت وراحت. واش نديرو دورك يا انسبكتور؟ هذو كانوا اسمح لي. انا ويت عيلي عاود غادي نديسكيتيوها برا. ما عليها انسبكتور. عاود اش في بالي؟ تسكننا على خير. سلام عليكم. على خير.
الو مراد هنا الصعر على بري شكون الظهر شكون الصعر نسيت نفس لي زافيرات نتاع الفتيلات ولي زافيرات نتاع السريكات ولي زافيرات نتاع اليمين وانا الباقي نتاعو واش تحبوا عندي اخي قلت لكم كلش اي نوت ما قلت لنا والو أظن راني نعمل لك تليفون باش نقول لك أو تحنا فكنا لك بكلش أو تحنا عندنا أخبار أو تنسي اللي قتلتي المهدي وسرقتي له الوركان تاع السير أو بعدين رحتي لمديتي الشيك ألو مراد بردت يا محينك سبكتر تعرفك بكلش اروح في الحين تديني ومن بعد نفهمك انا استنى فيك عند البابا صح الحل الساعه راهي 10 ماذا بيا نتفاهموا قبل ما نخرجوا من هنا لا ماشي نتفاهموا تراح وراهم راكم في الباليزه داخل الخزانه تراح محسوبين سبوهم قدامي في البنكه 12 مليون هذاك هو حقك مراد ما تبداش الولد فهمنا بلي قسمو كيف كيف قسمو كيف كيف لو كان قتلتي معايا ما تنساش بلي قتلت وحدي صار هكذا يا واحد الخداع ما تنساش بلي انا اللي درت لك الشان بلا بيا كنت ما دير والو شكون اللي شجعك تقتل شكون اللي سرق المفاتيح تاع الكروسه ولزمو ياخذ الطاكسي تاعك ذاك الوقت لو كان فاق بيا انت ما يصير لك والو هذاك الوقت وقت وضرك شي اخر كل واحد يدبر راسه سمعتي ما جاوبش خطا تاع الحوايج راهم في الخزانه حد ما يتحرك فيكم ومالي كنتو رايحين من غير شك انا رايحين نسافروا يا سبيكتور حسبونا غافلين انتو ما حبيتو تروحوا فاكانس ها ارتدوا الصوارد انت وبعدين نديهم سيد الكوميسير معنا سيد حبيتو تحوسو او دادو نسيو تخدمو نتمين ها علي ايش كنت خضري انتي كيف تجي راحك يا حمادك ايا تبع انت عشناي علي اسمح لي يا فيكتور نسيت حاجه احكي معك انت شي بالي ايه انا ايش كنت تخدم انا ولاش استنوا جربت كارتي السلاح نتاعك معاك. ها راه. او دابا ولا برانتي انت عاود لعبين ياداس. او تعرفوا اللعبه نتاع ياداس انتم. او ما تعرفوش، او تعرفوا تكتلوا برك. او من بعد انا نتفاهم معاك. صاي. ها راه. انا من بعد حتى البرت معاك. ها راه. الو تصب لك الباب انت في بالي وكيف باش نقول اه تصب راسك هادي هادي ادخل مساء الخير سيد الكوميسير. صباح الخير سيد الكوميسير. سيد الكوميسير، عاود هذيك لافير اللي عطيتها لي عاود انا فريتها. لافير؟ هو لافير هذيك تاع الميت اللي كاوه في السنكه. عاود انا قبلت الكاتل ومن بعدين فرميت عليها.
هاو الرابور نتاعي بالكل هنا سيدي الكوميسير. كاتيلو يا ناس. او زادي ما تسكنتيش يا حمادتي. تاكل يا سبيتر بركة من جوحنا. لا او زادي ما تاكلش يا حمادتي. سين كوميسار عرف شاهد سين كوميسار. سين كوميسار قلت لي انا كنت نديسكي. ما جوحش قلنا لك. اسكتوا علينا صح. انا ما نلعبش مع جو واحد. ومن بعد زينون تفهم معك على هذه الانسان. تفهموا سيد الكوميسير. الرابور بالكل. انا سجلته. تخبينا في الخزانة. نو. انا اللي كنت لك نتخبى في الخزانة. انا اللي جاتني الفكرة هذيك سيد الكوميسير. والكلام نتاعهم والكل راه مسجل في هذه المسجلة. اسمع سيد الكوميسير. لا يذكر حماتك. قلت لك انا تعبص على الكفلة. انا تعبس دوكا سيد الكوميسير يسمع هذا. اسمع مليح هذا الكلام. عيب يا انسبكتور وسخانه في هذه الخزانه. انا راني نغميت لو كان تخليني نحل شويه الباب. لا وما تحل والو يرحم مالتك. خلي البيبان مقفولين. وعلاش؟ هو لابوليس توجور تبكى في المزرب نتاعها وتحت يجيو البونديه. انا تخدم شويه كوراج يرحم مالتك. رحت شفت الكوميسار. أنا ديت واش نروح نشوف سير الكوميسير هنايا. عاود هو إلا يستحقني يجي يشوفني. وعلاش؟ يا لور أنا ديت واش نروح نشوفه هنايا. عاود هو خير مني. لا انسبكتور ولكن هو كوميسار. لا وكان صعب. الكوميسار. معلوم. قالوا لي قبل ما يرجع كوميسير كان بريغودي الشيف. لا عاود هذاك وليد زعمته اللي كان بركاتك. تعرف دي شكون كان يخدم في الكوميسير بكري؟ لا او هو كان يخدم في دار المير. وليت عمته هذاك اللي كان برقادي او دخلوا في لابوليس او باش تولى كوميسير. او هو على بالو او انا نعرفه او ساعة وكي او هو كي نيرفيني او انا كله. ايوه بصح يا انسبكتور لو كان يسمع واش راك تقول الكوميسير اليوم يوسيلك يديك في راسك. تضحك عاود انت ويتعيد لي وحبيت تروح تبيع لوح انسبكتور. هلا وين رايح يسمع هو؟ اسمع انا يتعيد لي وتهما جا والو تزم فمك وتسكتنا. اسكت انت الاول.